بسم الله والحمد لله. فصل في ذكر أمة الأقزام من يأجوج ومأجوج. هم أنواع كثيرة مختلفة الأطوال والأحجام ومختلفة الوجوه والألوان والخلق عموما. منهم من هو بطول شبر أو شبرين أو ثلاثة أشبار، وهم يعيشون في كل الكون تقريبا في جوف الأرض على سطح الأرض وعلى الكواكب البعيدة والأبعاد الموازية، أي هم يعيشون تقريبا في كل مكان. الجن المتشيطن منهم هم عكس الملائكة، الملائكة لا تخطئ، وهؤلاء الشياطين لا يحسنون بالمرة قط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السحر يستعينون بهذه المخلوقات والهويات لسحر الربط والتعطيل والتفريق والدماء، وكذلك ما لم يذكر اسم الله عليه من الطعام والهد أحب الأطعمة لهم مثل مصاص الدماء، والله أعلم. فصل في ذكر العفريت النفريت. أمة العفريت من يأجوج ومأجوج، وهم من الجن. العفريت معناتها ليلوتا الأقزام، ليلوتا العفاريت، ليلوتا والجنوم، هذا ما يسمونه باللغة الفرنسية. وهم من الجن، وهم أكثر أم يأجوج ومأجوج، وهم يتناسلون بكثرة، وأعرافهم همجية ومفسدون في الأرض، لا يطيقون ضوء الشمس هي تؤذيهم، فهم يعيشون في الأغوار والكهوف والمغارات وجوف الأرض وبعض الكواكب البعيدة والأبعاد الموازية. وأقوى أنواع العفاريت هم جنس يسمى العفريت النفريت، وهم أي هؤلاء الفصيل لهم خوارق ويتعاملون مع السحرة، وهم سحرة في حد ذاتهم، وقد ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع. العفريت النفريت، لأن الله يبغض العفريت النفريت، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثلا قد يكون هذا العفريت في حي من أحياء الغجر بفرنسا، فتطلب منه مشعوذة غجرية أن يحضر لها حلي من الذهب الخالص، فينتقل آنيا في تلك اللحظة، يختفي من مكانه بفرنسا أو يظهر داخل خزانة لإحدى البنوك التي ترهن الذهب في مصر، هذا مثال، فيأخذ ما استطاع حمله معه من الذهب ويختفي راجعا إلى فرنسا إلى حي الغجر، وزمن إعدامه واختفائه مع زمن تشكله من جديد وظهوره هو نفسه، أي في لمح البصر أو هكذا بعض اللحظات. ويوجد عدد كبير من هذه العفاريت مغلولة مربوطة غلها سيدنا سليمان في بعض البحور والجزر النائية، ويوشك أن تنفك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أسرها وتقرأ على الناس قرآنا، والله أعلم. بسم الله والحمد لله. فصل في ذكر أمة الأقزام من يأجوج ومأجوج. هم أنواع كثيرة مختلفة الأطوال والأحجام ومختلفة الوجوه والألوان والخلق عموما. منهم من هو بطول شبر أو شبرين أو ثلاثة أشبار، وهم يعيشون في كل الكون تقريبا في جوف الأرض على سطح الأرض وعلى الكواكب البعيدة والأبعاد الموازية، أي هم يعيشون تقريبا في كل مكان.